فيها ماشين دي. معناها هي كالعادة معناها ردة فعل عنيفة بعد تصريحاتي في قناة على قناة نسمة يوم 5 مارس دونك نهار 6 مارس استدعاء كمتهمة. معناها هذه حاجة كنت نتوقعها وحاضرة معناها حاضرة وأني يتم الاستماع لي كمتهمة. وكان هما كان عندهم ما يثبت معناها الاتهامات بالحق راهو ما عنديش شهرين ونص نحوس في الطبيعة معناها مش مشكل هرس القضائية هذه استنست بها هنا بعد شهرين ونص وإن شاء الله نفهم كان خير. والفترة اليوم أنه قضيتك خذيت منحة آخر أو مسار آخر خاصة وأنك اليوم يعني تقف قدام القضاء كمتهمة مش كشاهدة. المنحة اللي مخذته القضية معناها أنا مع ثقتي في القضاء ولليوم زلت واثقة في القضاء وأنا داخلة بالقائمة ذيك متاع الاتهامات. منحة اللي تاخو فيها هو منحة سياسي وهي في الأصل القضية فيها جانب سياسي خاطر الشخص اللي أنا واجهت له الاتهامات هو وزير يعني وزير في حكومة وهو أكثر من وزير هو سهر معناها الشيخ راشد الغنوشي. معناها هذه حاجة طبيعية جدا وأنها تاخو منحة سياسي في كيف معناها في إطار التحويل الوزاري وتكوين الحكومة الجديدة وكل شيء كهو معناها هنا هذه حاجة كنت منتظرة وعبد كي قدم هكيك ويخرج في الاعلام معناها بشبهه هكيك كما انا خرجت وبالثقه هذيك الكل يبدا ينتظر معناها ينتظر رده الفعل هذوما وان شاء الله فما كان خير وربي ينصر حقك. كل حملات التشويه اللي قايمه وممنهجه ضدك اليوم من طرف مناصري الحكومه تراها انها تمسك على الاقل من الجانب المعنوي تاعك؟ حملة التشويه معناها هي بدات من السيد الحبيب اللوز اللي انا شاكيه بيه توا معناها دونك انا كي راه شيخ من مشايخ نتاعهم من قياداتهم مع كل الاحترام اللي نجم يبدا عندي لبعض قيادات حركه النهضه اللي انا ننزههم لانهم كعبتين وكعبه هذول معناها كي ترى انت قياداتهم يشوهوني في قنوات تلفزيه في ديزور دو غراند اودونس هكاك ما يجينيش غريبه معناها من الباز نتاعهم ومن الميليشيات الالكترونيه نتاعهم باش يشوهوني هكاك. صحيح اللي بعد شهرين ونص من التشويه تتعب معناها مي ربي يعطينا الصبر والقوه وكاو. ألفا اذا كنت تحب توجه رساله شنو يكون مضمونها؟ رساله اللي انا من الناس اللي مأمنين اللي عملنا ثوره وانها لثوره حتى النصر ان شاء الله وكاو. أكثر تفاصيل لو كنت تعطينا على الجلسة اليوم. نثرت اليوم معناها استجابة للاستدعاء السيد قاضي التحقيق مكتب التحقيق عدد 12 فيما يخص قضية الشيراتون وما تبعها معناها المليون دينار وغيره. مثلت كمتهمة وإلا بالأحرى معناها في محضر الاستماع تكتب لي أنا مظنون فيها معناها بعد ما يقارب 4 ساعات من الاستماع والترافع خاطر مجموعة محترمة من المحامين اللي نحييهم الكل واحد ترافعوا كهو تم معناها قرر قاضي التحقيق انه يخليني نروح وهذا معناها ضمنيا يأكد اللي التهم ذوما الكل موجهة ضدي ما عندها حتى اساس يعني من الصحة. فما برشا ناس كانوا ينتظروا باش انا اليوم تصدر ضدي بطاقة ايداع بالسجن ناس هذوما نسلم عليهم برشا ونقول لهم بوتيتر ديان مرة جاية معناها حاول تيأس هكا هو احنا طلبنا بحفظ التهم يعني اللي ضدي هذوما وطلبنا برفع تحشير السفر اللي كان صدر ضدي زاد عنده اكثر من شهرين وزاد طلبنا من السيد قاضي التحقيق وانه يعني يعمل الواجب مع النيابه لتوجيه تهم ضد الطرف الاخر يعني الشبهات اللي انا كنت حاتيتهم في خط كل مره نغلط تقول شبهه يقولوا شبهتي خماريد يعني قلتها صحيحه فوالا معناها هما ما عندي انا معناها بريسك ما عادش شبهات خاطر الملف يعني ماشي في الطريق هذاك وهو تثبيتهم
كهو ان شاء الله نسمعوا خبر به ديسي الايام القادمه ان شاء الله. يعني ترى انه التهم ستوجه الان الى وزير الخارجيه رفيق بوشلاكي؟ انا حسبي انا معني حسب المنطق هذا هو اللي يلزم يصير نورمالمون في المنطق منطقيا. من بعد يعني ولو اني ما نشكش يعني في استقلاليه القضاء، لكن ما تعرفش على الدنيا، ما تعرف انت في تونس هذا سورتو العام 2013 الاشهر هذوما الاخرانيين هما نتاع المفاجئات الكبرى، ما فما حتى مفاجأة تستبعد لا سارة ولا غير سارة. انا ما نجم نعطي خطلي حسب المنطق هذيك، هو بعد حسب الظروف هذيك حكايه اخرى والله اعلم. ربي معك كل عايش.